طوق محكم لا تزال الشرطة تفرضه على منطقة الانفجار وسط مدينة بوسطن. الحطام والبقايا تركت كما هي لدواع متعلقة بالتحقيق، بينما تعيش المدينة تحت وقع الصدمة وإجراءات الأمن المشددة. حالة الشلل التي عاشتها المدينة عقب الحادث يتوقع أن تطول، لا سيما مع استمرار تعليق بعض الخدمات مثل شبكة مترو الأنفاق. خيوط مهمة تقول الشرطة إنها أمسكت بها قد تقود إلى الفاعلين. وتشير التحقيقات التي تجريها الشرطة الفيدرالية إلى استخدام مواد متفجرة بسيطة في صنع القنبلتين المستخدمتين في التفجير. ورغم استجواب مئات من الشهود لا تزال طريقة التنفيذ لغزا. مستشفيات المدينة التي استقبلت عشرات الجرحى تعيش حالة طوارئ، لا سيما مع وجود حالات حرجة بين المصابين وسط مخاوف من ارتفاع أعداد القتلى. الحياة في بوسطن قد لا تعود كما كانت، فبغض النظر عن نتائج التحقيقات ستبقى للحادثة تبعات نفسية وأمنية واقتصادية. مراد هاشم، الجزيرة، بوسطن.